بسم الله الرحمن الرحيم. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. نحن الألوية والكتائب المجاهدة نعلن عن محاصرة الفواج 93 بمنطقة عين عيسى في محافظة الرقة، وهي محاصرة الفعلية من قبل كتيبة الجهاد التابعة للواء ثوار الرقة ولواء بكر الصديق بقيادة غرفة العمليات القاضي الميداني أبو وائل والقاضي العسكري سيف أبو بكر. ونعاهد الله ونعاهد الشعب بأننا ماضون على تحرير سوريا من الطاغية، وعاشت سوريا حرابية. تكبير! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!